أيهام قوادري، محمد بو حبيب. البطولة الوطنية للأصاغر هي يعني بطولة أعطينا لها طبع آخر نظرا للألعاب، تحضير للألعاب العربية، فهذه البطولة تشهد يعني حضور كثيف، أكثر من 1000 مصارع ذكور وإناث من كل ولاية، 38 ولاية. الجزائر كما قلت بعد تنظيم الألعاب المتوسطية والبطولة الإفريقية والبطولة المفتوحة اللي ضمناها للسنة الثانية على التوالي، الجزائر لحقت المستوى لاباس به في التنظيم، وكما تشوف لأول مرة بطولة أصاغر راهي كما يقولوا سور دي ستوندار انترناسيونال. اليوم رانا في البطولة الوطنية للصنف أصاغر ذكور وإناث، هي كتجربة لتحضير للألعاب العربية اللي راح تحتضنها نفس القاعة، هي راح تكون لفئة الأكابر، لكن ربما في الجانب التنظيمي تجهيزات حتى نحن كحكام كان فيه تربص البارحة لمختلف الحكام اللي راح يكونوا حاضرين خلال الألعاب العربية، واليوم راهو هما كذلك في امتحان لتحضير لهذا العرس العربي اللي راح يكون شهر جويلية. وحنا نعلم انه للجزائر يعني قامت بتحديات عديده خاصه بعد نجاح العاب البحر الابيض المتوسط بوهران.